إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. استنفار أمني كبير جدا هنا أمام الدائرة الأمنية الصور الجديد، مركز انطلاق العمليات هنا داخل منطقة المدينة القديمة. يعني تواجد ديال السيد نائب ولي امن الدار البيضاء اللي كيتواجد شخصيا هنا امام الدائره الامنيه الصور الجديد. كما قلت انطلاق العمليات لمكافحه هذا الشيء اللي كيوقع اليوم بمناسبه الاحتفال بعاشوراء. كما قلت استدعات السيد نائب ولي الامن انه يتواجد شخصيا هنا بالمنطقه الإشراف على كل العمليات اللي كتتم من طرف الأمن، لاحظوا معايا. وكذلك كاين تواجد ديال يعني دعم أمني كاين هنا أمام الدائرة الأمنية الصور الجديد كما قلت، اللي هي مركز ديال انطلاق ديال العمليات ديال الأمن. هاد الليلة ديال عاشوراء بكل صراحة غادا تدوز وكأنها سنة، كأنها سنة بالنسبة لنا كاملين، أقول بالنسبة لنا كاملين، ماشي فقط رجال الأمن، ماشي فقط السلطات، ماشي فقط المواطنين، حتى حنا اللي خدامين في هذه الخدمة هذه، بكل صراحة هذا الشيء كيضر في الخاطر، لأنه لا علاقة بما يسمى بالاحتفال. الاحتفال عنده طقوس ديالو، عنده مسائل كما كنقولوا اللي عنده واحد الهيبة ديالها اللي كنا كنعرفوا عاشوراء يا عاشوراء. أما دابا حاليا هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا لا علاقة ليه بالاحتفال بعاشوراء، لانه حتى الوسائل اللي ولاو كيستعملوها بعض المراهقين بين قوسين، بعض الوسائل اللي ولاو كيستعملوها وكاننا في حرب اهليه، ما عندهاش علاقه بتاتا بالاحتفال بعاشوراء. عاشوراء كنا كنعرفوا بانه تعارج يعني البهجه السرور داخل الازقه داخل الدروب الاحياء كلها خارجه حتى للصباح، ولكن هادشي اللي ولينا كنشوفوا حاليا الرشق بالحجاره كما تبعتوا معنا على قناه شوف تي في، تبعتوا معنا رشق بالحجاره يعني ماشي فقط على مستوى شارع العنق بل كذلك حتى على مستوى بعض المناطق في مدينه الدار البيضاء. شفنا ما يسمى بالفيزيات او الشماريخ، هذه الشماريخ اللي كتكون مصوبه اتجاه الاشخاص، ربما لا قدر الله الا جات شي واحد في الوجه ديالو تصيبوا معها مستديمه. واش هنا غادي نقدروا نتكلموا على الاحتفال؟ هنا لا علاقه لي بالاحتفال بتاتا، لا علاقه بالاحتفال. حتى شي واحد ما ينوض يقول لنا هاد الناس كيحتفلوا، هذا ماشي احتفال، هذا بكل صراحه ماشي احتفال، هذه انتقام، هذا كنسموه انتقام، انتقام من الاشخاص، لانهم اللي كتولي كتشي على واحد الانسان بواحد الوسيله اللي تقدر ان الحياه ديالو تخرج لي عليها وتقول لي انا كنحتفل، هذا راه ماشي احتفال. هذا كتخلي رجال الامن كلهم واقفين على قدم وساق، هذا راه ماشي احتفال. هذا ملي كتخلي الحومه ديالك والناس ديالك والاهل ديالك كلهم واقفين، هذا ماشي احتفال. هذا لا علاقه لي بالاحتفال بكل صراحه. هذا الشيء يندل على وجابين، ما يا حسره وكنتاسفوا على الزمن الجميل اللي كانت في عاشوراء. يا عاشوراء الناس اللي ما كيعرفوش ما معنى كلمه عاشوراء، فاحنا اصلا ما عندناش هذا الاحتفال بعاشوراء بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه اللي كاينه. هذه طريقه شيعيه دخلات يعني داخله على المجتمع المغربي ديالنا، ولكن حنا خدينا ولات عندنا عاده ولات غادا كتطور من سنه الى اخرى. فكنتمنوا انه توضع قوانين زجريه لهذه المسائل هذه، لانه كاين انباء ومعلومات على انه كاين واحد الطرق اللي اصبحت دابا حاليا كينهجوها بعض هاد الناس اللي ما يسمى بالاحتفال، ولو كيديروا دوك الشاكمات ديال المطر ديال 96 و 50، ولو كيديروهم كيمشيو يحلوهم عند السدور. هذا موضوع اخر غادي ان شاء الله نثبتوا من هاد الامور هذه ونتاكدوا وتاخذوا ان شاء الله معطيات وناخذوا ادله ان شاء الله، وكونوا على يقين هاد الشيء ان شاء الله ما يمكنش يمر مرور الكرام، لانه باش تكون انت سدور وغيجي عندك واحد شخص وكيقول لك حل لي هاد الشاكمه ودير لي فيها ودير لي فيها وانت كتصوبها ليه، اذا هنا راك انت كتساهم في واحد الامور اللي هي خطيره وخطيره جدا. اذا هذا موضوع اخر كما قلنا غنتكلموا عليه، حنا فقط كنحطوا الناس في الصوره ما يقع ليله عاشوراء بمدينه الدار البيضاء.
إذا مشاهدين شوف تيفي، كما قلت هذه هي الأجواء هنا مركز انطلاق العمليات داخل المدينة القديمة لتفريق الحشود والجموع اللي كتجمع ما بين الفين وأخرى بين قوسين للاحتفال بما يسمى عاشوراء، لأنه كما قلت هذا الشيء لا علاقة لي باحتفال لا من قريب ولا من بعيد. ومرة أخرى رسالة للآباء والأمهات، الله يجازيكم بخير، اللي عندها شي وليد شدوا حداه الله يجازيكم بخير، لأنه راه إلا وصلت واحد الوقت أو لو وقعت شي أمور اللي كنقولوا غير قانونية فراه الإبن ديالك إلا تشد فما تجيش تبكي، بكل صراحة ما تجيش تبكي، لأنه ولدك خاصو يكون حداك، خاصك تسول على ولدك في كين وتجيبو تدخلو حداك، هذيك هي كتسمى أنت باغي تدوز مع جناب الحيط. أما باش ولد ديالك خارج الزنقة في هذا الوقت هذا وما كتعرفوش شنو كيدير أو كيدير شي حوايج اللي كيدفعوه لها وحدين اخرين وكيمشي يديرها، وكتنوض ملي كتوقع الواقعه كتقول لا ولدي راه ما كيدير والو، ولدي راه مراهق ولا ولدي قاصر. هذه المساله راه كنتمناو ان ما توقعش فيها العديد من الاسر اللي عندها شي ولد الله يرضى عليكم. كنتكلموا دابا تقريبا هذه الواحده صباحا اللي عندها شي وليد تشدوا حداه الله يجزيكم بخير، لان الامور لا تبشر بخير، بكل صراحه الامور لا تبشر بخير. ومن هنا واحد شويه تقريبا واحد ساعه او ساعتين راه ما كاين غير كما كنقولوا اللي حصل غادي يؤدي، لانه هذه ماشي طريقه ديال الاحتفال. وذكر مره اخرى لا علاقه لها بالاحتفال بذكرى عاشوراء. اذا حتى هنا غادي نهي هذا البث المباشر، شكرا لكم على حسن المتابعه وعلى هذه الصور ديال رجال الامن ومسؤولي الامنيين اللي كيتواجدوا امام الدائره الامنيه الصور جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تذهبوا بعيدا، لازلنا معكم خلال هذه الليله المتعبه، هذه الليله الطويله علينا وعلى الامن وعلى حتى الاسر اللي مره اخرى كنتمنى انهم يشدوا وليداتهم عندهم. الله يجازيكم بخير.